كنت ماشي في السوبر ماركت لقيت شاي ايس تي، شاي ساقع، ولكن شاي ساقع بالمانجا وشاي ساقع بالفراولة، الواحد ب27 جنيه. ليه الواحد يدفع في شاي ساقع بالمانجا والفراولة 27 جنيه؟ فانا جبتهم بقى النهاردة عشان نجاوب على هذا السؤال الجامد جدا جدا، ليه تدفع 27 جنيه في ايس تي شاي ساقع بطعم المانجا وطعم الفراولة؟ ده شكل الباكج. طبعا نمسك كده اول واحد، ده مفيش اي كلمة عربي خالص في الحوار، بس انا هقولك دلوقتي ده منين. اسطنبول تركيا. والله ولا هتشوف اي حاجة يا صاحبي، ولا هتشوف اي حاجة. يعني تمام ماشي، من اسطنبول تركيا، يعني ده كده جايلنا من تركيا وش. يعني انا اصلا اول مرة اصلا اشرب ايس تي في حياتي، اول مرة حرفيا اشرب شاي ساقع في حياتي. تعالوا جاي نفتح ونشوف. ريحته عصير مانجا جدا جدا، مفيش ريحة شاي خالص. تعالوا ندوق. بسم الله. انا عرفت ليه تدفع 27 جنيه في شاي ساقع. تعالى قبل كده ما اقول لك رايي فيه، نفتح اللي بالفراوله ونشوف. ده ريحته وحشه سيكه بصراحه، مش ريحه فراوله صريحه، انا في ريحه كده بتعدي عليها قبل ما توصل لريحه الفراوله، بس الطعم هو اللي هيحكم. تعالى ندوق. بسم الله. ما عجبنيش ميكس اللي هو الشاي بالفراوله وكده، يعني طعمه غريب شويه، طعمه شاي حمضان او دواء كحه حاجه زي كده. ولكن الشاي بالمانجا جامد قوي 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 قوي. لو معاك فلوس ما حيراك ما تجيبش حمام الطيار، ولا هات لك شاي نبتون بالمانجا 27 جنيه، ولكن بصراحه يستاهل، طعمه حلو قوي قوي، لكن ده ما يستاهلش اصلا 3 جنيه. لو انتوا بقى عايزيننا نعمل شاي بالمانجا او شاي بالفراوله في البيت، اكتب لي تحت في الكومنت. ولو لقيت دعم على الفيديو ده، بصوا عايزين نوصل بقى ايه ل 2 مليون فيو بقى على 10000 لايك. اول ما اشوف يا باشا الكلام ده اقوم بقى اعمل لك يا زميلي بقى شاي بالفواكه في البيت، ايس تي بالفواكه. ان شاء الله اعمل لك يا صاحبي ايس تي بالجوافه، ما عنديش مشكله والله العظيم. بس ده كده كان ريفيو عن شاي نبتون 27 جنيه ايس تي. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100000 في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.